تمام يا حبيبتي دكتورة. الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. اتفضلي يا زهور. أنا ابني عنده 2 سنين، لسه أول تمام مولود عندي. تمام هفطمه الأيام ديت، هو عيد ميلادي يوم الثلاث. طيب ربنا يبارك لك فيه يا زهراء. بس أنا بقى عايزة أعرف أتعامل معاه إزاي بعد الفطام، ويعني إيه أكتر حاجة لازم أعملها له في الوقت ده. وبعدين هو عصبي وعنيد، فأنا ساعات غصب عني بتعصب عليه وبزعق له طيب وارجع طبطب عليه، مش عايزه ازعله. قولي لي عصبي وعنيد. مش استني يا زهوره يا جميله، عشان سؤالك تحفه وانا بحيي كل الامهات اللي زيك. بصي يا زهراء، قولي لي كده، مين الاكثر عصبيه عندك في البيت، انت ولا زوجك؟ بس بصراحه خليكي لا صريحه. انت، شكرا. انا السؤال الثاني، قولي لي كده موقف بتقولي على ابنك فيه عنيد وعصبي، عايزه موقف او اتنين زي ما انت يعني عايزه. مثلا اقول له الحاجه الفلانيه، انا مثلا بكون بطبخ يجي عليا مثلا عايز يكب الحاجه مني، اقول له لا يا عمر غلط كده عيب، يخليه يسكت ويسهيني ويروح جاي عامل كاتب الحاجه مني. طيب ما كست فيه يجي يعيط غصب عني، بطبطب عليه مش عايزاه يعيط ومش عايزه يكون اسلوبي معاه كده. طيب انا عايزه اعلمه يعني بالراحه، افهمه حاضر بالراحه. حاضر سؤال يا تاني زهر. معلش لحضرتك دكتور. حاضر حبيبتي حاضر. انا الحمد لله ختمت القران ورجعت عليه مره، بس براجع دلوقتي المره الثانيه، عايزه اوصل لدرجه ان انا ايه اتقنه، يعني لما اسمع حاجه اكمل عليها بكمل، بس مش بابا مثلا عارفه ايه الايه دي من سوره مين او انهي في انهي جزء او كده. عايزه اوصل للمرحله دي، عايزه حضرتك تقولي لي على حاجات اعملها بحيث ان حاضر انا اتقن القران كويس. حاضر يا زهراء يا جميلة يا عسولة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكل النساء يبقوا زي زهراء كده، فهمتها والمعاني الطيبة والأهداف اللي هي حطاها. سؤالك الأولاني ابني، بصوا قبل ما أقول ابني عصبي وعنيدي، أنا أشوف أكيد أنا يا أنا يا أبوه، ما هو حد من الاتنين شايفهم معفرطين قدامه. فالطفل بيحاكي سلوك الكبار، بيحاكي السلوك اللي الكبار بيعملوا، بيقلده، يحاكي يعني يقلد يعني. تمام. طيب بتقول لي الموقف، انا بقول له لا ما تكبش ده، فهو قال كذا فسهيها يقوم جاي كاب. انا لو مكانه هعمل كده، انا ما اعرفش لما يتكب هيحصل ايه. انا قلت لك في الفتره دي من سن تحفه جدا، خصوصا الاولاد اللي بيبقوا اذكياء، سن سنه وست شهور او سنه وقبليها، والله يعني انا اعرف اولاد وحضرت اولاد سنه وسنه وشهرين. الفتره دي بتبقى فتره تحفه جدا، بتبقى فتره جميله جدا. الاطفال بص بيكتشفوا هو ده ايه وده بلاست، وياكلوه ويشموه وياكلوه، حاسه الشم الوحيده اللي بيعملوها اللي بيستخدموها والاكل وبتاع وكل حاجه على بقهم، كل حاجه على بقهم. فانت بتقولي له هيكب، فكلمه جميله، كلمه جديده على نافوخه، هو عايز يكتشف الكب ده ايه. متعه جدا جدا الكب ده. مش عايزه اقول لك انا اولادي كانوا بيستنوا يروحوا لجدتهم عشان بيمسكهم الميه وبالكب، وفي الاخر اضطرينا نشيل السجاد عشان يكبوا زي ما بيكبوا عند جدتهم. ايه اللي اعمله؟ انا لازم افهم ابني. لو تحضري حلقات التربيه، احنا عاملين اكتر من 80 حلقه في التربيه، في الاساليب التربيه الايجابيه، وتطلع منها لطفل فعلا قيادي. يبقى عندي 5 سنين كده طفل بيتكلم وقيادي وفاهم من 5 سنين لو مشيتوا على الحلقات دي. قلنا فيها ان انا بعمل حاجه اسمها تصور لعقل ابني. في الفتره اللي قبل 3 سنين انا بقول له ده غلط كذا عشان بيحصل كذا، بوريه، وده صح كذا عشان بيحصل كذا. لا دي بتاع سخنه، مش هو مش حاسس بالسخن، طب هنعمل ايه؟ هنلسعه يعني؟ لا، اخليه يقرب شويه ويحس حتى ولو حاجه بسيطه من بعيد كده. وطبعا انا معايا عشان احنا بنقول في عوامل السلامه، احنا كنا كاتبين لكم على الاقل بتاع حوالي 30 نقطه لعوامل السلامه في المرحله لحد 3 سنين. وابتدي هو يشوف، فدي بقى طب هتشرب دي مش عارفه، طب دي ساقعه شويه، طب واحسسه واقول له. يبقى عنده ملموسات وعنده بصريات وعنده سمع. الطبيخ اعمل هقفل على الطبيخ ونقعد ننكب، شوف بقى اما نكب كذا وبعدين نصلح بقى الكب اللي حصل ده، ولما الكب ده هيبوظ وماما هتتعب وكذا، لو الكب انت تعمله او نخلي له ركنه. وانا بقول لك في ركنه في قلب كل بيت او في قلب حتى البيوت الضيقه، معلش حاولوا وفروا حته ولو مساحه مستطيله حاطه فيها اللعب، حاطه فيها الرمل، اللعب اللي هو الرمل الجيد، مش اللي هو بتاع اللعب اللي ريحته حلوه والكلام ده، عشان بتاكد ان هو ما بياكلوش، عشان في عيال بتجي تلعب بيه تقوم التين الصلصال اللي هو برده الصحي مش اللي ريحته جاز، ماشي. المهم ان اختار الحاجات الصحيه لاولادي، وتبقى الركنه دي. وفي ركن تعليمي، وعلمه اما يخش ابني معمل في لسه مثلا في صف سادس ولا صف خامس، وابتدي يخش المعمل، لا ده انا عامله له معمل في البيت طبيعي هو مجربه. فانا ادعوكي للتجربه، حياه التجربه مع
ابني في الفتره ديت يا زهراء زي الفل، وما اقولش عليه عصبي كده، انا عايزاه ابقى يبطل عصبيه، انا بطل عصبيه، اما اجي اكلمه اضحك، اما اجي اكلمه انزل اجيبه المستوى بصري عيني في عين واعمل اي كونتاكت، الاداه اللي اتكلمنا عنها، اما اجي اكلمه اضحك وبتكلم بصوت واطي وبالراحه وبتفهيم، هو كمان هيقلد اسلوبي. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، الله يبارك لك ويتم عليك نعم ويجعلك من اهل القران وخاصه، اللهم امين. المراجعه، كنت سمعت يعني نصيحه من الشيخ المعصراوي قال لك تراجع كل يعني، كان الشافعي بيعمل كده برضه، بس كان سيدنا عثمان بيعمل حاجه تانية خالص، ان انا اختم كل عشر، وفي ناس بتختم كل ست، يعني بياخدوا الخمس ست، اختم ختمه قراءه، ورد القراءه هيساعدني ان الايات تبقى موجوده مع ورد الحفظ او المراجعه. الوقت حددي وقت ثابت، ما بلاش قبل النوم، عشان قبل النوم دي بتقومي جايه قايره الصفحه، وبعدين يعني انت وابنك مدلوقين فالدنيا بتروح. لا، خلي ورد ثابت، وليكن بعد صلاه الفجر، بصلي الفجر وبقعد هي الساعه مثلا للقران، اراجع فيها اللي انا اخدته واقرا ورد القراءه، اختم كل سته، يعني كل سته يبقى انا باخد خمس اجزاء كل يوم، يعني جزء بعد كل صلاه الفجر، بعديه جزء وده كذا. وفي ناس بتختم بتاخد بعد كل صلاه جزئين، ده حلو جميل جدا جدا، الناس دي هنحبها. وفي اللي كل 10، يعني باخد ثلاث اجزاء في اليوم، ويبقى على 10 ايام اختم. دي من افضل الاشياء اللي تخلي القران حاضر، ورد القراءه ثابت، لو بموت لو جرالي ايه لازم اخلصه ولازم اقراه. ومش هينفع كده يا زهراء الا لما تحددي ليكي وقت ثابت لقراءه القران وكذا. طبعا بتابع مع مقراه، وتابع فيها القديم والجديد، اللوح الماضي والجديد والحاضر او الاقدم منه، هاخد من ورا مراجعه واطلع من قدام، المهم يبقى انت براجع من قدام. طبعا المتشابهات بتيجي بعد الاتقان التام، وبيجي بقى مرحله المتشابهات او اوائل كل ربع، ما اربطه ازاي مع اواخر الربع اللي قبله. بس اهم حاجه نصيحه ليك، تثبيت الوقت، وان انا اعمل ورد القراءه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بصلاح الحال، وتتصلي بقى يا زهراء وتقولي انا بقيت ما شاء الله من حمله القران، مش الحافظه بس.